أنا برأيي إنه السبب الحقيقي نحو الطلاق هو البنت. البنت هي السبب. بعدين أنا بلوم الرجال، يا أخي غلبتك اضربها كف خليها تلف حوالين حالها. الرجال قوامون على النساء. مالي أنا؟ شكلي تعبان. إيش الحكي اللي بحكيه هذا؟ أنا كل ما أجي أصور فيديو أول إشي بيصير معي هيك. معلم، تعال تعال قدم عني الحلقة، أنا شكلي تعبان وبخبص. أنا زنكم. والله كويس إنك عرفت إنك بتخبص. بعيداً عن التخبيص اللي كنتوا تسمعوه قبل شوية، تعالوا أحكي لكم كيف الطلاق بيخبط باب بيتكم. بنسمع كل يوم عن المشهور الفلاني اللي طلق المشهورة الفلانية، وبنسمع عن المشهورة الفلانية اللي خلعت المشهور الفلاني، والأسباب دائماً بتكون بينهم جذرية، وبعد ما يطلقوا كل واحد بيمسح كرامة التاني. مع العلم انه قبل ما يتزوجوا بنسمع عنهم قصص رومي وجولييت، بنسمع عنهم اجمل قصص الحب، والبنت عايشه دور السندريلا اللي اخيرا حيجي الامير يشيلها من بيت اهلها اللي هي واخوانها دائما بتقاتلوا على ترتيب البيت. هل من الطبيعي انه في مصر ام الدنيا كل دقيقتين عندي حاله طلاق واحده؟ يعني بالساعه الواحده عندي 30 حاله طلاق. تعالوا ناخذ جوله في قائمه الاسباب اللي بتخلي العلاقات الزوجيه تنتهي بالطلاق. أول سبب وأهم سبب ممكن يخلي العلاقة الزوجية تنتهي بالطلاق هو التسرع. يعني لمجرد أنه فكرة الزواج في بالي مقبولة، خلاص يلا اللي بيجي بإيدك هاتوا نتجوز ونخلص هالقصة اللي احنا فيها. لازم تفهم إذا هذا الشخص بيناسب شخصيتك وعقليتك ولا لا. لازم تعرف إذا كان هذا الشخص بيناسب التقاليد تبعتك والعادات تبعتك ولا لا. هتحكي لي كيف أعرف وهو لسه أول مرة أشوفه؟ أكيد أنت ما راح تقدر تحكم عليه من أول مرة، ولكن في أشياء بتساعدك إنك تحكم على الشخص اللي قدامك إذا كان مناسب إلك ولا لا. طبعا أنا هون بتكلم عن الرجال وعن البنت كمان. أول إشي إنك تسأل أشخاص ذوي خبرة، أبوك، أمك، شخص أنت بتثق فيه بأنه هذا الشخص بيتناسب معي ومع عقليتي وفكريتي ولا لا من وجهة نظره. تاني إشي إنك تسأل عنه في شغله وكمان في مكان بيئته، في مكان سكنه. ولمجرد إنك سمعت عنه ولو شغلة واحدة سلبية لازم تتأكد منها. وفي حين إنك تأكدت منها لازم تسأل نفسك سؤال، هل أنا حقبل الشخص هذه بالسلبية هذه ولا لا؟ إذا كان الجواب لا، فنصيحتي إليك عمرك ما تقدم على هذا الإشي، حتى لو كان الشخص اللي قدامك هو فتى أحلامك، لكن هذا العيب الوحيد أنت لما سألت نفسك عرفت إنك أنت ما بتقدر تتحمله، فلذلك وقف ولا تأخذ هذه الخطوة نهائياً. وهنا بيجي دور الأهل، إنهم يوعوا الأولاد المقبلين على الزواج بالصح والخطأ، لازم يوجهوهم من خلال خبراتهم السابقة. ورسالة إلى الأب والأم، لا تجوزوا بناتكم لمجرد إن هي بتحب هذا الشخص أو هذا الشخص بيحبها. شعور الحب هي بتعيشه الآن وممكن بكرة وبعده كمان شهر، لكن مع العشرة راح يبين أخطاء كبيرة بينهم وراح توقع بينهم مشاكل كتيرة. الحب راح يكون على جنب، التعاملات اللي بينهم، شخصياتهم، هل بيلبقوا لبعض ولا لا، هذا اللي راح يكمل معهم للمستقبل. فإذا حسيت الشخص اللي متقدم لبنتك لا يتناسب مع عقليتها ولا مع عاداتكم ولا تقاليدكم، لازم تعمل حاجز وتقول ستوب. أما الأمور المادية فهي آخر إشي تفكر فيها، لأنه بالنهاية التعامل اللي بيناتهم هو اللي راح يستمر، والأمور المادية بشكل أو بآخر ما راح تأثر على حياتهم بشكل كبير. ومن هنا بندخل للسبب الثاني من أسباب الطلاق، ألا وهو التعامل. لازم الرجل يفهم أنه هو بيتعامل مع زوجته، أي مع شريكة حياته، ومستقبلاً مع أم ولاده. ففكرة أن أنا الرجال وكلمتي وكلمة وما بتصير تنتين، هذا إشي مش صح. وكمان أنه أنا الرجال فأعلي صوتي وأسب وفي أحياناً أمد إيدي، صدقني هذا أبداً مش رجولة. كلنا بنعصب وبتجينا فترات بنفقد فيها أعصابنا، لكن فكرة أني أنا أسمعها كلام ممكن يكون حاجز بيني وبينها حتى لو بعد ما تصالحنا، هذه فكرة مش صح. وشغلة تانية أني أنا أمد إيدي عليها، مجرد ما أنت مدت إيدك عليها فقدت إحساس الأمان اللي بينك وبينها، فبالتالي راح تفكر بفكرة الانفصال بشكل جدي ولو بعد حين، مش لازم من أول مرة، ولكن حتما راح تفكر في هذا الإشي مجرد أنها فقدت الأمان معك. بما أنه حكينا عن الأمان، هذا بيقودنا للسبب الثالث من الأسباب اللي بتقود إلى الطلاق وهو الشك. مين فينا بيحب يعيش في بوتقة الشك؟ إنه أي فعل بيعمله لازم ينتبه عليه، لأنه شريكه ممكن يفهمه بشكل خطأ، لأنه أنت فعلياً خايف أي حركة تعملها شريكك يفهمها بشكل غلط، فبالتالي تصير عندك مشكلة. شعورك هذا طول ما أنت عايش بأنه ممكن تنفهم غلط، أبداً أبداً ما راح يحسسك بالأمان، فبالتالي الشك راح يكون حاجز كبير على إنكم تكملوا مع بعض. الشك عذاب للروح، ممكن يقلقك طول فترة حياتك مع شريكك. بعدين بدي أفهم شغلة، كيف شخص أنا اخترته إني أعيش معه وبالنهاية أشك فيه؟ باختصار إذا مش عاجبك ممكن إنك أنت تطلقها، وإذا أنت مش عاجبك بإمكانك إنك أنت تخلعيه وانتهى، نقطة خلاص. أكثر من هيك ما بإمكانكم تعيشوا مع بعض. كيف ممكن أعيش مع شخص وأنا قاعد بشك فيه كل لحظة؟ لذلك الانفصال هو الحل الوحيد. السبب الرابع من أسباب الطلاق هو الغيرة
وحب التملك. طبعا أنا بتكلم على الغيرة المفرطة هنا، ما بتكلم على الغيرة الطبيعية اللي كلنا بنحبها. مين فينا ما بيحب يشوف شريك حياته بيغار عليه وبيحبه وبيهتم بأدق التفاصيل تبعته، وكمان ما بيحب أي حدا يشاركه حبه لمجرد إنه هو بيحبه أكتر من الكل. لكن الغيرة الجنونية اللي بتوصلك لحد إنك أنت إلي وبس، ممنوع حدا يحكي معك، ممنوع حدا يتكلم معك، ممنوع حدا يتعامل معك، هذه فكرة جنونية مستحيل إنسان يقدر يعيش تحت هذا الضغط النفسي. لذلك كون وسطي، فالوسطية جميلة في كل إشي. السبب الخامس هو نقيض السبب الرابع، ألا وهو الإهمال. أنت لا تكون غيور كتير زيادة عن اللزوم ولا تكون مهمل، لذلك الإهمال هو السبب الخامس من أسباب الطلاق. أنا هنا بتكلم على الإهمال بالمشاعر وكمان بالأفعال. كلنا بنحب يكون عندنا الشخص اللي بيهتم فينا وكمان بيذكرنا دائما بحبه إلنا. في النهاية إحنا بشر، الكلمة بتأثر فينا، سواء كنت بنت أو رجال الكلمة دائما بتأثر. وهنا في نقطة مهمة لازم الاثنين ينتبهوا لها، الرجال والبنت. الرجال اللي بيحب كل ما يرجع البيت ويشوف زوجته وهي كأنها واحدة من أجمل الجميلات زي الممثلات اللي بنشوفهم بالأفلام، هذا إشي لو أنت تتخيل حجم الضغوطات وحجم المسؤوليات اللي عليها في البيت ما راح تطلب منها كل يوم. طبيعة الحال كلنا بنحب إنه نشوف مظهر حسن لما نرجع على البيت، ولكن إنك تطلب منها هذا الإشي كل يوم حيكون صعب جدا. أنا ما بحكي إنه مش من حقه، بالعكس من حقه إنه يطلب من زوجته كل ما يجي يلاقيها كويسة، لكن أنا بتكلم إنه مش كل يوم، لأنه في شغلات تانية لازم تاخدها بعين الاعتبار وحكينا عنها، هي مسؤوليات الزوجة نحو بيتها وأولادها إن وجد. يعني الرجال إذا تخيل إنه إذا رجع البيت راح يشوف بوز شبرين، صدقوني مش راح يرجع البيت، ولو رجع مش راح تشوفي منه أي إشي حلو. كمان الرجال مش لأنك رجال مش معناته إنه يكون ريحتك حلوة ولا شكلك حلو ولا شعرك مصفف ولا أظافرك نظيفة. هذه الشغلات بتفرق كتير مع النسوان، لكن هم ما بيحكونا إياها لأنه هم مخدين بعين الاعتبار إنه هذا الإشي طبيعي إنك تفهمه. طبعا الرجال مش كله إلا من رحم ربي، قليل جدا اللي بيهتم لكل هذه الأشياء. حتلاقي شخص بيهتم بواحدة تنتين ويفوت الثالثة والرابعة، وحتلاقي شخص ما بيهتم ولا إشي، الله المستعان. هنروح للسبب السادس وهو نسيان الأدوار والمسؤوليات سواء للرجل أو للمرأة. لازم الرجال يفهم إنه مسؤوليته هو الإنفاق على البيت وتلبية احتياجاته. مجرد ما الرجل حط رجل على رجل وبطل يشتغل، صدقوني حيفقد كامل احترامه تجاه زوجته. لكن لو كنت مجتهد وبتحاول انك تشتغل اي اشي في سبيل انك توفر هذه النفقة، صدقني حتوقف معك مهما كان دخلك ضعيف، وراح توقف جنبك وما راح تنسى لك اياها ابدا. والزوجة كمان لازم تفهم انه مسؤولياتها هي مراعاة احتياجات زوجها وتربية اولادها. وفكرة اني بدي اشتغل واجيب سيارة واربي شنب ويصير عندي فلوسي الخاصة وارمي اولادي بالحضانة، هذه فكرة ضيعت المجتمع تبعنا كليا. طبعا هنا انا ما بقصد الزوجة اللي بحاجة للعمل واللي بتساعد زوجها على الانفاق على البيت، بالعكس هذه زوجة مكافحة ومحاربة وكمان عملها شرف إلها ولزوجها. بس أنا بحكي على البنات اللي فكرهم أني أنا بدي أشتغل ويصير عندي استقلاليتي ويصير عندي فلوسي الخاصة وأنا الاندبندنت ومن، ما شفنا من هذه الأفكار إلا كل هدم للمجتمع. لذلك بالله فكونا منها وفكونا من الشعارات الكاذبة. أسباب الطلاق كثيرة وما إلها حصر، لكن هذه بعض الشغلات اللي أنا شفتها بحياتي الواقعية وجربتها، لذلك حبيت أنقلها إلكم للفائدة. وفي النهاية لو أنت متجوز وحاب أنك ما تتطلق، فعمل لي لايك على هذا المقطع لأنك استفدت منه. ولو مش متجوز الله يرزقك الزوجة، اشترك في القناة، وبعد ما تتجوز شير الحلقة لزوجتك حتى الطلاق ما يدق باب بيتك. آخر إشي حاب أحكي، شكرا جزيلا على دعمكم، شكرا للناس اللي بتدعمني بأنها بتشير الحلقات للناس، كل يوم عن يوم قاعدين بنزيد بالمشاهدات وبالاشتراكات. شكرا لكم وشكرا لوقتكم ويعطيكم ألف عافية.